إن شاء الله راح نتكلم عن علاج القرحة، قرحة المعدة. علاجها يتم بواسطة طبعا مضادات حيوية لمدة 10 إلى 14 يوم، مثل هذه الأدوية ممكن تقتل البكتيريا إن وجدت يعني، ولتقليل أيضا من إفراز الحم الموجود في المعدة، للوقاية أيضا من جدار المعدة والاثنى عشر. وأيضا يوجد علاجات كثيرة للبكتيريا التي تكلمنا عنها مسبقا، مثل المضادات الحيوية، مضادات إفراز الحمض، أيضا مثبطات يعني مضخات البروتين، أيضا أدوية خاصة لحماية جدار المعدة. وأيضا من الضروري التأكد من وجود الجرثومة المعينة قبل إعطاء المريض هذه العلاجات بعد المنظار. وطبعا يصرف العلاج للمريض 3 أدوية يجب يعني أن تؤخذ بالمواعيد المحددة بعد الطعام، حيث أن الدواء الأول والثاني يعني يجب أن يؤخذ لمدة 10 أيام، بينما يعني الدواء الثالث تقريبا شهر كامل لعلاج القرحة. إن شاء الله راح نتكلم عن العلاجات الموجودة في هذا الموضوع في الدرس القادم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعد الحليبي، ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم.